احنا النهاردة ان شاء الله هنشتغل على الاكزامبل بتاع السابل، هنتعلم فيه ان شاء الله ازاي نعمل دي اكس اف فايل وازاي نمبورت الدي اكس اف فايل ده للساب، نعمل 3 دي موديل وندخل ويند لودز، وفي الاخر ناخد الريزلتس ونحطها على الاكسل ونشوف هنشتغل نعمل بيها ايه. تمام، ودلوقتي نبتدي باول خطوة وهي ازاي اعمل دي اكس اف فايل. تمام، طيب احنا الدي اكس اف فايل فكرته ان انا هتعلم ان انا ازاي ارسم الموديل بتاعي كله على الاوتوكاد، وهو مجرد رسم، الكاد مش هيفهم ان الكاميرا دي كام في كام او العمود ده طوله قد ايه او الكلام ده كله، ده مجرد رسم. هنشوف هرسم الرسمه دي ازاي، وفي خطوه واحده بس هدخلها على الساب، وبعد كده ابتدي اشتغل شغل الساب بتاعي ان انا اعمل ال 3 دي موديل بتاعي. طيب نبتدي باول خطوه وهي ازاي اعمل دي اكس اف فايل. اول حاجة خالص ده البلان اللي عندي اهو، عبارة عن 3 باكيات كده وباكيتين كده، عندي كل باكية 6 في 4، هما 6 باكيات. هنشوف هنرسم الكلام ده ازاي. الساب احنا اللي بنرسمه فيه 3 عناصر اساسية، بيم كولوم اند سلاب. تمام، علشان كده انا هعرف 3 لايرز اساسيين عندي. اول لاير هسميها ساب بيم، واديها لون مثلا اخضر. تاني لير عندي هتبقى ساب كولوم، واديها لون مثلا اصفر. واخر واحده سميها ساب سلاب، وهديها لون احمر. تمام، طيب هنرسم ازاي. اول حاجه هنرسمها خالص هي البيمز بتاعتي، يبقى لازم اختار الساب بيم، ونخلي بالنا ان احنا لازم نختار اللايرز مظبوط، لان هو ده اللي في الاخر هيفهم وانا بدخل للساب ان دي كاميرا ودي بلاطه وهكذا، لازم كل حاجه تبقى معموله على اللايرز بتاعتها مظبوط. طيب الكاميرا زي ما كنا بنشوف في الساب واحنا شغالين على طول بيبقى شكلها عباره عن خط، علشان كده انا هرسم الكاميرا كفريم اليمنت جاست باوردر لاين. تمام، طيب هرسم اوردر لاين بتاعي ال، وهبتدي من عند الاوريجن، هدخل كورنت 0 0 وابتدي من عند الاوريجن. بس قبل ما اعمل كل ده ادخل اظبط السكيل بتاعي اليو ان، اعمل البرسيشن واشتغل ان انا ميترز اوكي، وبعد كده اعمل اوردر لاين بتاعي من 0 0 وابتدي ارسم. انا عندي 3 باكيات كده في 6، يعني كله على بعضه 18 متر. تمام، الكاميرا دي متكررة في الاتجاه اللي فوق ده على مسافة 4 متر، وفي كاميرا هنا اهي متكررة على مسافة 6 متر. كده ابقى انا رسمت الكاميرا بتاعي كله. طيب الخطوة اللي جاية ايه؟ ارسم العمدان بتاعتي. هختار اللير بتاعت ساب كولوم، العمود بيترسم نقطة، جاست نقطة order point، واتك على اماكن عمدان، space واتك، space واتك وهكذا. طب انا دلوقتي دي نقطة مش باينة عندي شكلها وانا مش شايفها، اعمل ايه علشان اظهرها؟ order p type، بختار مثلا شكل النقطة ده، واختار absolute set size in absolute units، وبختار السكيل ده مثلا 0.5. ده ملوش رقم معين، ده على حسب فيرجن الكاد بتاعتك او الفايل اللي انت شغال عليه، ممكن يبقى 1، ممكن تبقى نص، ممكن تبقى 50، انت بتجرب وبتشوف الحجم المناسب. ونقول اوكي خلاص دي شكلها كده كويس، بختار النقط دي واعمل لها كوبي وانزل بيها اكررها في اماكنها. كده البلان بتاعي، رسمت الكمر بتاعي والعمدان. طيب ايه اللي ناقص؟ ناقص البلاطه، السلاب اللي هتتحط دي. طيب السلابه محدش يعملها ريكتانجل، احسن حاجه ان انت تعملها 3 دي فيس. تمام، طيب ليه؟ علشان بعد كده الساب يفهم ان دي اريا، دي مساحه. تمام، فانا هعمل 3 دي فيس. احنا عاده بنعمل الشيل بتاعتنا ايه؟ احنا عرفنا ان احنا ممكن نعمل ديفايد لاريا مثلا، واحنا في الساب بنعمل ديفايد للاريا ونقول له عايز المش بتاعتي مثلا نص في نص، فبيعمل ديفايد للاريا نص في نص. طيب
هنا اعمل ده ازاي؟ انا ممكن اعمل اوريدي السلابات الشيلز النص في نص دي من هنا من 3 دي فيس، بتكه ادخل كده يمين 0.5 اطلع فوق 0.5 وادخل شمال 0.5 تمام، هو اوريدي بيقفلها لوحده، واعمل اسكيب. دي كده واضح انها مرسومه بلاير غلط، قلت لازم اخلي بالي من اللاير فبختارها واتك واختار ساب سلاب عشان تبقى باللاير المظبوطه تمام. طيب تاني 3 دي فيس اتكه واجي كده نص وانتر، اطلع فوق نص وانتر، ادخل شمال نص وانتر واسكيب، هو كده خلاص بيقفلها لي تمام. طيب بناخد الشيل دي نعمل لها موف، ناخدها نحطها عند الاورجن بتاعي تمام، وبعدين بختار الشيل واعمل لها اراي على البلان كله علشان تتكرر تغطي لي البلان كله، بعمل ريكتانجولر اراي. كل اللي يهمني في الاراي ايه؟ مش مهم نمبر اوف كولمز ونمبر اوف روز دلوقتي، انا كل المهم بالنسبه لي السبيس بتوين دي تدخلها نفس مقاس الشيل. انت مدخل الشيل نص في نص يبقى تدخلها نص ونص، لو كنت مدخلها متر في متر يبقى تدخلها متر ومتر وهكذا، بس احنا مدخلينها نص ونص. طيب وبعدين اختار الاري ده وامسك من السهم ده كده واشد لغاية اخر البلان، وامسك من السهم ده كده واشد لغاية اخر البلان. كده انا السلاب بتاعتي فرشت على السبان كلها. بعمل ايه؟ لو انا دخلت للساب الاري ده مش هيقراه اصلا، مش هيفهم الاري، لازم تبقى كل شيل لوحدها. طب وده اري على بعضه، هعمل ايه؟ هختاره واعمل اوردر اكسبلود اكس سبيس، كده بقت كل شيل لوحدها، كده هيفهمها الساب ان دي الشيلز بتاعت البلاط. طب حد يجي يقول لي هو فين الكمر؟ الكمر مش باين وهكذا، اعمل ايه؟ لا هو الكمر موجود ومرسوم، بس الفكره ان الشيلز غطت عليه. طب اظهره ازاي؟ هختار اي شيل من الشيلز دي، رايت كليك في اي حته، درو اوردر، سوري اختار اي شيل، رايت كليك في اي حته، سيلكت سيميلر. ليه؟ علشان يختار لي كل الشيلز اللي معموله على اللاير بتاعت ساب سلاب، وبعدين رايت كليك برضو في اي حته ودرو اوردر سنت تو باك، ودهم لي ورا. ليه؟ علشان يبقوا ورا الكاميرا والعمدان، ابقى انا شايف الدنيا كده مظبوط. كده البلان بتاعي خلص، الدي اكس اف خلص، رسمت الكاميرا باوردر لاين، رسمت العمدان باوردر بوينت، وظهرت البوينت دي باوردر بي تايب، رسمت البلاطات بتاعتي باوردر 3 دي فيس، عملت الشيل وعملت لها اري، وبعد كده الاري ده عملت له اكسبلود، وكده البلان اللي عندي خلص. ونخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو احنا ازاي ندخله على الساب. طيب الاول خالص لازم اسيف الفايل ده دي اكس اف فايل، فبتك عن هنا سيف از اذر فورمات، بختار دي اكس اف فايل. هو بس هنا عندي انا السيف يعني طريقة مختلفة شوية، بس يعني انتوا عادة مش هتلاقوا عندكم المشكلة دي.